عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. بس قبل لا نبدأ المقطع حاب أنبهكم على نقطة مرة 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 مهمة. في بطولة راح تقام للعبة فيفا 19 جماعة الخير على جهاز البلايستيشن. البطولة راح تقام عن طريق تطبيق بلاي هيرا يا جماعة. البطولة مرة كبيرة من ناحية عدد المشاركين ومن ناحية الجوائز كذلك. جوائز يا جماعة الخير توصل لأكثر من 150 ألف ريال. عدد اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 8000 لاعب يا جماعة من جميع أنحاء المملكة. مدن الثمانية يا جماعة الخير هتشوفونها هنا موجودة على اليمين. خذ لك نظرة كذا على السريع. التسجيل يبدأ من يوم 8 أغسطس يا جماعة الخير. البطولة راح تبدأ بإذن الله إن شاء الله يوم 17 أغسطس. عن طريقة المشاركة إنك تحمل تطبيق بلاي هيرا وتسجل فيه وتحط بياناتك بالضبط، مرة ركز لي على كلمة بالضبط، ولا تنسى كذلك تحط من أي مدينة أنت، مرة ضروري. طبعا عشان تلعب البطولة من غير أي لاج أو تأخير أو أي مشاكل في الاتصال، STC موفرة خدمة الألياف البصرية فايبر يا جماعة الخير. السرعة توصل لأكثر من 300 ميجا، وكذلك عندهم مفتاح أبلود يا جماعة. وللأمانة أنا من الناس اللي ركبت فايبر وفرق معايا مرة كثير يا أخوان، الحمد لله اللهم لك الحمد، ما قد اشتكيت من الاتصال بعد ما ركبت الفايبر يا جماعة. إذا كان حي كده عمل الألياف البصرية على طول أطلب، وبإذن الله ما راح يخيب ظنك. وبسم الله يا جماعة خلونا نخش في المقطع. هيا بي. في الحلقة الماضية وش كنا حنا؟ وين وصلنا في الحلقة الماضية يا جماعة؟ والله يا ولد أنا أحس إني من زمان ما لعبت فيك. عندنا مباراة ضد سيلتا فيجو، بعدين عندنا مباراة هنا ضد لين دوري الأوروبي. أوه راح نلعب ضد برشلونة أخيراً. أوكي وعندنا مباراة في الكاس، وكذلك عندنا المباراة النهائية يا جماعة الخير. في حال أنا فزنا على لين كي راح نتأهل للمباراة النهائية في الدوري الأوروبي. يعني نلعب ضد برشلونة، بعدين دوري أوروبا، بعدين ألعب ضد ريال مدريد. حلق نار. طيب يا أخوان زي ما أنتم عارفين دائما إحنا نسخن، خلونا نسخن على سلة الفيجو ونجلد أبوهم جل. بس للمعلومية يا جماعة ممكن نسوي سكيب لبعض المباريات، لأن زي ما قلت لكم مو مهم، لأنه خلاص ريال مدريد أخذ الدوري. ريال مدريد أخذ الدوري مرتاح، شوف زيدان جالس مع فاران وفرحانين. يلا بسم الله على بركة الله. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، مباراة تسخينية. أوه في العصر نلعب ولا الظهر؟ السلام تكفى. لا يلا 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 كبير، يلا يلا سلام. هيا ايش هذا يا اخي؟ روح احمد، والله لو تضيعها لا اتجلت مع نفسي. ليتس جو. ايوه يا اخي خلاص قفل وانهي. يا سلام. يلا يايو خطير والله. انا العب منطق، انا زي نيمار اروح يمين يسار كذا ما عندي. انا شوف 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 ها جيت يمين يسار. تكفى احمد راس يا اخي، اقسم بالله راسي بريال. هذه يقدرون يركبون عليها مونتاج؟ لا ما يمديهم صح، الحمد لله. يس يلا 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 سخنا، والله سخنا مره. والله احس المدرب زعلان علي لاني جبت العيد كثير. لا والله نخش نتدرب يا جماعه، بعدين نخش على المؤتمر الصحفي اللي قبل نصف النهائي حق الدوري الاوروبي. يلا التدريب الاول اي ذلك، الثاني التدريب الثالث اي، التدريب هذا دي. اول مره تجيب في الفاولات اي يا جماعه. يس ما احس اني زدت كثير، صارت التدريبات ما تفرق كثير يا اخوان زي في البدايات. يا جماعه احنا في يوم 28 اللي هو يوم المؤتمر الصحفي ما قبل المباراه. هل انت راضي عن مستواك اللي قدمته في الفتره الماضيه في الدوري الاوروبي؟ طبعا انا في الدوري الاوروبي الامانه ما قدمت ذاك المستوى، او ما قدمت افضل ما عندي، لكن على الاقل اني ساهمت في صناعه الفوز الفريقي، واللهم لك الحمد يعني وصلنا لادوار متقدمه جدا. أنا ما أبغى أكون الهداف، ما أبغى أكون أفضل أكثر صانع، أبغى أساهم في فوز فريقي. أوكي لو أشارك في هجمة. جاهزين يا جماعة؟ كوه هيا بنا، هيا 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 سولف ما قبل المباراة نطقطق. إيه ليه والله جاهزين لنا يا أخي. دايم الله الرحمن الرحيم، أعزائي أينما كنتم أهلا بكم في مباراة قوية قوية قوية. ليتس جو، ما نبي نكثر كلام ومدري ايش، نسوي محاضرة ما قبل البداية. ليتس جو يلا. عندهم بيبي يا اخوان، ها ترى قوي، وعندهم الهداف. يا ساتر يا ساتر، ترى بيبي خطير. يلا تكفى احمد. الله 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 الله، تعال 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 تعال. ليتس جو يلا تكفى. ايش فيك يا اخي؟ ايش فيه؟ وخر عليها يا اخوان، اوخر عنها. ليه وخر عنها؟ روح احمد
روح يا احمد، مع ان القدم الضعيفه لكن لا شيء مستحيل. يا الهي الله عليك الله عليك كنيتو، او ماي جاد يا الفرصه. هدف وحيد بس، كله ديسلايكات ولايك واحد، اتوقع لايك على الهدف والباقي انا مخرب امه بالمباراه. الحين كيف اجيب تصريف المدرب اني ما اقدر العب مباراه ملقاكي؟ يا مدرب يا ولد يا ولد، شاد رجلي، ما اقدر ما اقدر ما اقدر. الله ليش مدرب؟ معليش 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 معليش. 21 مباراه، 18 هدف، 10 اسيستات، مره ارقام حلوه يا اخو. الوضع عندي ممتاز، يعني راح اكون مطلوب للانديه القويه ان شاء الله في الموسم القادم. لا يؤدي احمد كما هو متوقع. أنا بنزل في المؤتمر الصحفي وأسفل في الصحافة ذي الإسبانية. يوم 5 قبل يوم المباراة اللي هو يوم المؤتمر الصحفي، غالبية الصحافة الإسبانية قاعدة تتكلم عن سوء أدائك في الفترة الأخيرة، وإيش ردك عليهم؟ أنا داري إنه أغلب الصحافة الإسبانية قاعدة تتكلم عن إنه أنا ماني قاعد أدي بالشكل المطلوب، لكن هذه حرب ضد اللاعب الناجح. أنا الحمد لله قاعد أدي اللي علي، أوكي؟ مش مرة، مش لدرجة الواو، لكني قاعد أدي. المباراة الماضية مسجل هدف، الهدف هذا ساهم بفوز فريقي. الآن احنا عندنا فرصة كبيرة اننا نتأهل للدور القادم بسبب الهدف اللي سجلته. الصحافة ما تنظر هذا الموضوع، تنظر على انه لازم اسوي شيء خارق جدا مع الأسف الشديد. يعني احمد سؤالك كابتن، وايش تصريحك ما قبل اياب مباراة ليل؟ بخصوص مباراة ليل قادمة بإذن الله، اعتقد انه زي ما كنا قادرين على الفوز في مباراة الذهاب راح نكون قادرين على الفوز في مباراة الإياب. نعم، وحسجل المرة هذه بإذن واحد أحد وأكثر من هدف. يلا يلا، بسم الله على بركة الله يا جماعة. إحنا الآن في ملعب ليل، براحة ما راح تكون سهلة، تكون صعبة والله الأمان. يا سلام، والله الرافعة مخيسة لكن هي. شباب أنا من يوم جيت أوروبا ما سجلت هدف بالرأس، شوف حتى موقفين واحد جنبي طويل. تعال تفتح. سلام هي. هذا واحد اوكي، اكلت الثاني يا عيني. هذا جائزة بوشكاش. يا ساتر ماي جاد، هذا بيبي صح؟ شوفوا الدفاع يتفرج فرجة والله. جمهورهم رجع يتحمس يا جماعة. ايوه كبير، الله عليك قدامك، بسكتهم سكتهم يا ساتر. الله يا حلوين، قدره ممتازه، يا لها من دقه في وضع الكره داخل الشب. الله عليك يا كوتش، شجعني كذا. انا في الشوط الثاني هدف. يلا 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 عيني على السحبه. يلا يا احمد يلا يا احمد، الله اكبر. نفس الطريقه وبنفس هذا يا شيخ، وزي ما قلت لكم راح اسجل هدفين وهذا الهدفين. ليتس جو ليتس جو. دعاني لكن ما راح اكون اناني يا اخي، والله لو اني اناني كان احسن. سكت الصحافه يا احمد، سكتهم يا اخي سكتهم. الله اكبر، ابلع الصحافه. ايش 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 ايش، خلاص قفل، انا قوي خلاص. لا كثير كثير، اهدى اهدى يا حبيبي اهدى. هات الكوره، نجمتين ولايك وشويه ديسلايك. يعني كابتن احمد، كابتن احمد كابتن، سؤال بس كابتن واحد يا كابتن، والله سؤال واحد. ايش هل تعتقد كابتن؟ بالله يا كابتن سؤال واحد، الله يخليك سؤال واحد. باقي بتسألون ما شاء الله والله. شوف الآن الصحافة ترجع تتكلم وتخضع. سجل أحمد ضد ليل 4، أوكي؟
اوكي انا ما حصلت على افضل لاعب في شهر ابريل بحكم اني ما لعبت المباريات حقتي اللي طالبين مني اني 22 مباراة 22 هدف 10 اسيستات ارقام خياليه يا اخوان. الاهداف القادمه باقي عندنا مباراه ضد ريال بيتيس وعندنا مباراه ضد برشلون بس طالبين مني تقييم 6 وطالبين مني اني اسجل هدف واحد فقط. اوكي عندنا 3 مباريات قادمه يا جماعه، 3 مباريات قويه ضد برشلونه ضد ريال مدريد واخر مباراه في الموسم في اليوروبا ليج ضد نابولي يا جماعه. طبعا مباراه ريال بيتيس ما ظنيت يا بيت تاخذ البطاطا والله معليش، الدوري خلاص محسوم ريال مدريد، حتى ريال مدريد لسه قاعد يفوز مره ذولي مره. انت كيف اقول للمدرب انه انا ما ابغى العب ذا المباراه؟ مدرب ارجوك لعب يعني اللعيب الشباب وكذا عشان يستفيدون وذا. والله الحمد لله اقتنع يا استاذ احمد. كابتن احمد فضل. سؤالي لك هو وش تصريحك ما قبل مباراه برشلونه مع العلم انه الدوري محسوم لريال مدريد؟ يعني صحيح انه راح نلعب ضد برشلونه وبرشلونه يعتبر من افضل انديه العالم، لكن في هذا الموسم اعتقد ان احنا تفوقنا عليهم في الدوري بحكم انه احنا مركزنا الرابع هم مركزهم الخامس، ولو انه الفرق بيننا وبينهم 5 نقاط. اضف الى ذلك احنا راح نعتبر هذه المباراه اعداديه للمباراتين القويه القادمه اللي هو نهائي الكاس الاسباني ونهائي الدوري الاوروبي، اكثر من كذا ما راح يعني ناخذها يعني فالمباراه ما تهمنا كثير. لكن من ناحيتي انا حدمر برشلونه، ادق وجيههم دق سواء من سواريز او ميسي او اللي هو. نعم انتهى اللقاء، يلا كل واحد على بيته يلا. طبعا بيجي واحد يقول يا احمد ايه عرفناك انت قبل المباراه تخل ضعف الكمبيوتر. شوف انا ما ابغى اجيب مصحف واحلف لك على بركه الله، اعزائي اينما كنتم اهلا بكم. جيرارد بيكي اوه بيلرين، جابوا بيلرين حركه. اوكي هذا تشكيله برشلونه، تير ستيجن في الحراسه، الدفاع عندهم لعيبه غريبين، هذا لونجليت معروف وبيلرين، الوسط بوسكيتس وذول الاثنين ما اعرفهم، والهجوم سواريز وديمبلي وكوتينيو. ميسي وين؟ يلا احمد تكفى. اوكي حلوين يلا احمد. ودي مسخر بيكي، شوف متحمس بيكي. يلا كيف يا اخي اقوى يلا سحبنا بيكي مره ثانيه. تكفى لا كمل، ارجوك ارثر والينا هذول اللي في الوسط. اوكي والله اشكالهم غريبه يعني ما مظبطي. ايوه تكفى خطأ لا يا اخ سبك. ارفع وزهل يلا ايش ذا صح الله ياخذ الشيطان. تعال يا ساتر يا الكل كيف طلعها من كرش المرمى. الله يقلعهم في الحاله الله يقلع. ابلع يا اخي ابلع. ايوه يا اخي والله ما ناولت والله. تكفى احمد يا الله اكبر الله سجل ضد برشلونه في الله قبله. اهدى هبل يس. وش فيهم فرحانين مره كاننا نجيب لهم بطوله ولا شيء. معليه جي يا وحش جي معليه دملي معليه والله معليه يا رجال عادي تراك سباك ما تعرف تلعب. شامبيوني اولي 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 شامبيون. ليش يغنون كذا ترى ما اخذنا الكاس. في مؤتمر صحفي بعد مباراه برشلونه يا جماعه بس خلاص يا اخي الرجال خسروا الدوري وخسروا الكاس واعتقد انهم بيخسرون دوري الابطال نستفزهم وكذا خلاص. احمد ممكن سؤال تفضل، هل لديكم مخاوف من فريق ريال مدريد؟ نعم انا خير كلامي ما قل ودل، انا ما راح اقول كلام كثير. ريال مدريد يعتبر من اقوى انديه العالم وربما الاقوى في الفتره الحاليه، واصعب مباراه يعني كانت علينا او اصعب مباراه لعبتها بالنسبه لي شخصيا وعلى الفريق حلو المباراه اللي لعبناها ضد ريال مدريد للامانه في الدوري. خط دفاعهم قوي جدا ما استطعت اني اتنفس، والفرص اللي جاتني دائما الدفاع يكون واقف قدامي كما لو انه جدار. لكن انا اعد جمهور فالنسيا اني راح اقدم اقوى وافضل ما عندي، راح نفرم الملعب فرم انا وزملائي اللاعبين، وانا اعدكم ان راح نقدم افضل ما عندنا وراح نقدم افضل مستوى ممكن تشوفونه لنادي فالنسيا.
يمدينا والله يمدينا. ليتس جو. اينما كنتم اعزائي احبائي في الوطن العربي الكبير، اهلا بكم في نهائي كاس اسبانيا، ريال مدريد ضد فرنسا. يا جماعه الخير، المباراه راح تكون قويه، المباراه ما راح تكون سهله سواء على ريال مدريد او على فرنسا. يا جماعه اتمنى التوفيق للفريقين، وبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نخوض. يلا راموس لاقي موجود. اوكي هذه خطه ريال مدريد يا جماعه. اوكي والله خطه مين سيئه والله ممتاز. ليتس جو. اوه صعب ترتقى على حق ريال مدريد، صعب مره. لا والله اوكي كبير كبير تكفى يا لا. يلا تكفى. يلا تكفى. الله 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 يا اخي. ايه يا حبيبي ليتس جو. يا ساتر. اوكي والله ضغطوا ريال مدريد بعد الهدف. يو. يا سلام تكفى احمد الثاني. يا ساتر كمل كمل كمل. الله 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 يلا يلا نفاس يا اخي ذا ازعجنا. نفاس كمل 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 بلعوا. ليتس جو. تعالوا 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 خلينا نجمع. يلا يلا الفائز الله دقينا ريال مدريد 3. ريال مدريد اللي متفلت على الكل وقفنا. طبعا تبقى لنا مطب اخير اللي هو نابولي في نهائي الدوري الاوروبي. يا جماعه 24 مباراه 24 هدف 10 اسيستات، ما هذا يا رجل؟ المدرب طلب اننا ما ندخل في اي مؤتمر صحفي ولا في اي لقاء صحفي ولا حتى نكتب في تويتر ولا ندخل مواقع التواصل الاجتماعي ابدا مره، لانه تحقيقنا لهذه البطوله راح يخلينا نرسخ في اذهان المتابعين انه فالنسيا مو اي فريق. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في آخر مباراة في هذا الموسم. مباراة غالية جدا، مباراة قوية، مباراة حماسية، مباراة منتظرة. راح تكون المباراة على ملعب بروسيا دورتموند. يا جماعة الخير ترى أنا ما أعرف اسم الملعب أوكي، بس الملعب حقه على بركة الله. هيا بنا يعني. يلا أحمد يلا يا كبير يلا يا كبير، ما في شيء صعب عليك يا أخي. ليتس جو. يس إيز. يا ساتر او ماي جاد. يا ساتر يوه والله نابولي انهم ضاغطين يبغون يرجعون في المباراه. يلا يا ابو دوبيا انهي قفل يا كبير. يا سلام قفل. اقسم بالله احس فريقي قوي بالزيادة. يلا مرة ثانية مرة ثانية يا ولد. 3 2 1 في خلال الموسم هذا يا جماعة الخير زدت 3 فقط. حطوا شوف 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 الجحدة. شوف يا جماعة يعني ما حطوني مع انه انا اكثر لاعب ساهم في احراز البطولات لنادي فالنسيا، ولا حطوني ولا شيء ولا رسالة شكر ولا شيء، حتى مو محطيني في المقدمه مو محطين. انا والله زعلان. كابتن احمد ممكن سؤال؟ تفضل. اولا الف مبروك تحقيق البطولتين، ثانيا ما هي الخطوه القادمه بالنسبه لاحمد؟ طبعا انا احب اشكر نادي فالنسيا على كل شيء اللي قدموه لي، وللامانه انا يعني وجدت دعم رهيب داخل وخارج الملعب، وانا ماشي في الشارع الجمهور يعني دائما بيحمسني ويشجعني على اني اقدم الافضل، و كنت جدا مرتاح في هذه المدينة وفي هذا النادي، وكذلك علاقتي كانت جيدة جدا مع زملاء اللاعبين، وأشكر الجميع. يعني في موضوع ودي يعني أصارحكم فيه، ممكن ما حد يدري هنا، أنا خلاص قد تكلمت مع وكيل أعمالي بخصوص أني أنتقل من نادي فالنسيا إلى أي نادي أوروبي آخر، وطلبت من النادي كذلك أنه يعني يضعني في قائمة الانتقالات، لأني خلاص أني أود أني أروح للخطوة اللي بعدها.
وأتمنى لنادي فالنسيا وجماهير نادي فالنسيا واللاعبين كل التوفيق والتقدير والاحترام والمحبة. طيب إخوان، أنا خلاص يعني كلمت الإدارة وقلت لهم يا ولد ودنا ننتقل، فراح أطلب انتقال إن شاء الله أني أكون في قائمة الانتقالات بمجرد دخولنا على الموسم الجديد. يوميا أنا يوم كنت مع الوحدة زدت من 70 تقريبا إلى 84، يوم وصلت نادي فالنسيا يا جماعة ما زدت إلا 3. فالتطوير أو تطور اللاعب راح يكون بطيء مع كل موسم، أو كل ما زادت طاقاتك حيكون أبطأ، وهذا شيء منطقي يعني. الإدارة أخيرا وافقت على أنها تحطني في قائمة الانتقالات يا جماعة الخير. طبعا أنا أتمنى يا جماعة أني ألعب في نادي غير الدوري الأسباني، يعني يكون نادي مثلا في الدوري الإنجليزي، بس ما ودي ألعب غير في الدوري الإنجليزي يا أخوان. أتمنى أي نادي إنجليزي يرسل لي عرض، يا رب يجي. أوكي يا جماعة الخير، يعطيكم العافية على المتابعة، أتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة يا إخوان. تقريبا ساعتين ونص وأنا قاعد أسجل، ومن موضوع الانتقال ومن الانتقال راح يكون في الحلقة الجاية أفضل. عندكم أي اقتراحات، أي سيناريوهات ممكن نضيفها للحلقة، بوها لي تحت في التعليقات. وكذلك إذا ما شاركت في الهاشتاج حق الحلم المفقود اللي موجود في تويتر، شارك وحط لنا إحصائيات. الهاشتاج هو الحلم شرطة تحت المفقود، أوكي، في تويتر. شاركوا يا جماعة، أبغى أشوف الهاشتاج مفجر. نراكم على خير، السلام عليكم.